السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المتابعين في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. بداية وقبل كل شيء يجب علينا ذكر الله عز وجل في جميع الأحوال، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. صدق الله العظيم. مثل ما عودناكم أعزائي المتابعين رجعنا لكم فيديو جديد، قصة جديدة، حكاية جديدة. كثيرة هي القصص اللي بتصف جرائم مروعة ما حدا بيعرف لها سبب حتى يومنا، وهي مش جرائم حققت فيها الشرطة بس، هي قصص مرعبة واقعية حدثت لناس كانت حياتهم عادية مشابهة لحياة أي شخص. ممكن ما تصدق الأحداث أو تلاقيها غير منطقية، بس قصتنا اليوم حقيقية، وهي من أشهر القصص الغامضة تاريخيا بألمانيا. ومثل هاي القصص مصنف على أنها ظواهر غريبة، ومو بس مجرد جريمة مرعبة راح ضحيتها عائلة كاملة، مصنفة تحت مسمى جرائم مرعبة. موعدنا اليوم مع واحدة من أقوى القصص المرعبة الواقعية، وهي قصة عائلة بافاريا الغامضة. حياكم الله من جديد أعزائي المتابعين، وأهلا وسهلا بكم قناتكم قناة الرعب هيرور إكس. قصتنا اليوم أعزائي المتابعين عن عائلة ألمانية بتعيش بمقاطعة بافاريا، وهاي العائلة تم التحقيق بالجريمة اللي لحقت فيهم لفترة ما بتخيلها أحد على الإطلاق. تم التحقيق بجريمة قتل العائلة لمدة 85 عام. تخيل عزيزي المتابع، جريمة قتل يحقق فيها لمدة 85 عام. يبدو هالشيء هذا غريب بالنسبة للبعض، وفي كمان ما يعني البعض كمان ما راح يصدق انه بيتم التحقيق بهاي القضية بكل هالفترة. هاي بدأ التحقيق بعام 1922 وانتهى بعام 2007. حدثت هالجريمة هاي بالتحديد بشهر 3، بالتحديد بيوم 31، يعني 31/3. العائلة اللي تعرضت لها الفاجعة هاي هي عائلة جروبر، ومعهم الخادمة اللي كانت بتعمل بالبيت. وعدد أفراد العائلة كان 5 أفراد، وتم قتلهم جميعا بدم بارد ومعهم الخادمة. خلينا نرجع قبل الجريمة لست شهور. قبل الجريمة بمدة ستة أشهر بدأ كل شيء، حيث كانت تشتغلت عندهم عاملة بالبيت، واحتاجت هالخادمة هاي أو العاملة سماع أصوات غريبة بأنحاء المنزل، وكانت بتسمع صوت طرق على نوافذ المنزل، وأحيانا أخرى بتسمع أصوات همس بالأروقة، وغير هيك من الأصوات اللي بتخلي اللي بيسمعها بيشعر بالخوف الشديد. ما ترددت هالخادمة إنها تخبر أفراد العائلة باللي سمعته، بس أفراد العائلة ما صدقوا الخادمة وخبروها إنه كل هذا ما هو إلا تهيؤات. الخادمة كانت متأكدة من اللي سمعته، يعني كانت متأكدة من سماعها لهذيك الأصوات، ولهالسبب هذا ما كان بإمكانها إنها تستمر بالعمل، وقررت ترك العمل، وهذا اللي صار بالفعل. ظل هالحال على ما هو عليه حتى قبل الموعد الجريمة بيوم واحد. قررت العائلة إحضار خاتمة جديدة بنفس اليوم اللي حضرت فيها الخادمة الجديدة. بدأت العائلة تسمع نفس الأصوات
اللي كانت الخادمة السابقة بتخبرهم عنها. يعني بنفس اليوم اللي جابوا فيه الخادمة الجديدة صاروا هالعائلة يسمعوا نفس الأصوات اللي قلت لهم عليها الخادمة القديمة اللي تركت الشغل عندهم. مش بس هيك، العائلة لاحظت بعض الأمور الغريبة والمريبة اللي بدأت تحدث بالبيت بدون معرفة سبب حدوث مثل هاي الأمور. فمثلا الأب لقى على الأرض جريدة من الجرائد اللي بعمره ما اشتراها من قبل، يعني هو أو أي حدا من أفراد العائلة، فضلا عن اختفاء مفاتيح المخزن اللي بيحتوي على المعدات اللي بيستعملها أفراد العائلة بصفة مستمرة. وكل هاي الأمور ممكن تكون طبيعية، بس بيوم من الأيام حدث أمر مريب. كانت الأجواء باردة جدا والثلوج بتتساقط وبغزارة. لاحظ أحد أفراد العائلة أثار غريبة على الثلج، وهاي الأثار قادمة من الغابة وبتصل للبيت. مش بس للبيت، اللي دخل الأمر الغريب بالموضوع إنه اللي دخل للمنزل يعني بالتحديد جاي من الغابة ودخل للبيت. مش بس هذا هو المرعب، المرعب بالأمر إنه الآثار هي آثار لمخلوق أو لشخص دخل البيت بس ما طلع. الآثار بتوضح إنه هالشيء ما زال داخل المنزل. بهاللحظة بدأ الرعب يدب بقلب العائلة وتذكروا كلام الخادمة السابقة. توجه الأب واللي كان اسمه أندرياس إلى جاره وخبره باللي صار، وخبروا عن كلام الخادمة السابقة، وخبروا هالجار إنه لازم يتسلح. يعني جاره جار أندرياس قال له لازم تتسلح تحسبا لأي طالب، بس أندرياس رفض إنه يشتري سلاح. وباليوم المحدد وهو اليوم اللي تم قتل جميع أفراد العائلة فيه حدثت هالجريمة، كان بالفعل قاتل تسلل لداخل المنزل. وبهذاك اليوم القاتل أخذ أفراد العائلة واحد ورا الثاني للحظيرة وقتلهم هناك. تم قتل أب 4 أفراد من العائلة وتم وضعهم بالحظيرة. أما الفرد الخامس فكانت طفلة صغيرة، وقام القاتل بقتلها هي والخادمة الجديدة بالبيت. الغريب بالأمر أنه القاتل ما قتل العائلة وهرب، ظل القاتل بالبيت لعدة أيام بعد ارتكابه لجريمة القتل، وما تم اكتشاف الجريمة إلا بعد 5 أيام من ارتكابه، والسبب هو أنه ما حدا لاحظ أي شيء غريب حول المنزل. كان في دخان بيطلع من المدفأة، والحظيرة مليانة بالطعام والمخصص للحيوانات، وكل الأمور بتبدو طبيعية يعني. وكل هذا كان سبب بعدم اكتشاف الجريمة. باليوم الخامس لارتكاب الجريمة كان في عامل اتفق مع أفراد العائلة انه يجي يصلح احدى آلات الزراعة، وبالفعل اجى هالعامل هذا وبدأ يطرق الباب، بس ما كان حد يجاوبه. قرر العامل يصلح الماكينة لانها كانت خارج المنزل. بعد ما انتهى العامل من اصلاح الماكينة لاحظ أمر غريب، وهو وجود كلب مربوط لباب المنزل، وهالكلب ما كان موجود لما إجا أول مرة. هون تأكد العامل إنه العائلة داخل هالبيت، وما كان العامل بيعرف كثير يعني عنده كثير من الوقت، فقرر إنه يروح لجار العائلة وهو لورانس اللي راح عليه أندرياس من قبل. أخبر هالعامل لورانس باللي صار. قرر لورانس يروح عشان يتفقد العائلة، خاصة إنه بالفعل ما شاف حدا منهم من تقريبا 5 أيام. وصل لورانس للبيت ولكنه
ما عثر بداخله على أي شيء. راح للحظيرة وهون كانت الصدمة. لقى أفراد العائلة مقتولين. مباشرة خبر لورانس الشرطة اللي اجت وبدأت تحقيقها. ممكن ما تصدقوا انه المشتبه به الاول كان لورانس نفسه، لانه الاقرب للعائلة. مش بس هيك، لانه لورانس اراد انه يتزوج من بنت البنت اللي بالعائلة، الا انه اندرياس ابوها رفض هالشي. استمر التحقيق اللي اثبت براءة لورانس لفترة طويلة، بس بالنهاية ما تم التوصل لأي شيء وانتهت القضية عام 2007 بعد 85 سنة من التحقيق. ما قدروا يتوصلوا لماهية القاتل أو مين اللي قتل هالعائلة المسكينة هاي من عام 1922 لعام 2007. يعني أمر غريب جدا إنه عائلة تقتل وما يتم كشف هل القاتل. والأمر الغريب واللي يعني العائلة هي نفسها كانت سبب بقتل نفسها. ليش؟ لأنه الأمور الغريبة اللي حدثت معهم ما راحوا خبروا الشرطة مباشرة، راح خبر جاره. ليش تروح تخبر جارك؟ وبعد ما خبر جاره حدثت جريمة القتل. يعني الشبهات كلها بتروح ناحية الجار، وخصوصا انه لما راح خبروا اندرياس راح خبر جارهم لورانس، ثاني يوم مباشرة انقتلوا. يعني في امر غريب، واني بتوقع انه القاتل هو لورانس. شو هالصدفة الغريبة هاي اللي لما راح خبروا للورانس انقتلت العائلة ثاني يوم بالتحديد. اعزائي المتابعين، لهون انتهت القصة. ان شاء الله تكون حازت على اعجابكم. ياريت تتكرموا علينا بالاشتراك بالقناة، تسجيل الاعجاب، تفعيل الجرس عشان يصلكم كل شيء جديد. دمتم بخير. السلام عليكم.